بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مستقبل العملية السياسية في البلاد ومستجدات إكمال الكابينة الوزارية. وذكر بيان لمكتب المالكي إن الأخير استقبل الرئيس صالح وأكد ضرورة دعم العملية السياسية وحل الإشكاليات القائمة بين القوى السياسية والإسراع في استكمال الكابينة الحكومية والتصويت على الوزارة المتبقية.